الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مدى. أما بعد، لما المصريين عرفوا أن حضرة النبي بيحب الحاجة الحلوة وخاصة في المناسبات الحلوة، قالوا لازم نعمل رمضان براند بس بحب حضرة النبي. الإمام الترمذي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو البارد، فالمصريين عرفوا أن حضرة النبي بيحب الحاجة الحلوة وبيحب رمضان، فقالوا نعمل في رمضان حاجة حلوة وتبقى براند رمضان مش بتتكرر في أي يوم تاني. قالوا خلاص، يبقى في شهر رمضان نعمل أكلة جديدة اسمها الكنافة والقطايف وتبقى براند في رمضان، وإحنا بنعمل الحاجة الحلوة عشان نعيش حلاوة العيش مع حضرة النبي اللي كان بيحب الحاجة الحلوة. حلوا أيامكم بحب حضرة النبي.